من الرياضة إلى المناخ، فالصيف الحار الذي تشهده دول وحوض البحر الأبيض المتوسط انقلب عاصفة أمام سواحل جزيرة صقلية الإيطالية. عاصفة أغرقت يخت الملياردير البريطاني مايك لينش الذي كان يحتفل على متنه بربحه دعوى قضائية استمرت أكثر من 13 عاما. في عز صيف آب يغرق يخت فاخر أمام شواطئ إيطاليا، والسبب عاصفة، والمفقود بيل جيتس ولكن بنسخته البريطانية. مايك لينش أو كما يسميه كثيرون بيل جيتس البريطاني، مؤسس شركة أوتونومي، واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في المملكة المتحدة. في العام 2011 باع لينش شركته لشركة HP مقابل ما يقارب 11 مليار دولار، لتعود HP وتتهم لينش وزملائه بالاحتيال وتضخيم قيمة الشركة. وتبدأ معركة قانونية طويلة انتهت في حزيران من العام 2024 بتبرئته من جميع التهم الموجهة إليه. لينش قرر الاحتفال بانتصاره القضائي على متن يخته الفاخر المسمى بيزيان قرابة شواطئ جزيرة صقلية الإيطالية، وذلك بحضور أفراد من عائلته وفريقه القانوني والأصدقاء. إلا أن رياح إيطاليا جرت عكس ما اشتهت سفينة لينش، فعند الخامسة من فجر الاثنين هبت عاصفة أغرقت اليخت وصاحبه وستة آخرين، بينما نجا 15 شخصاً إصابة معظمهم طفيفة، ومن بينهم زوجة لينش لتبدأ عمليات البحث عن المفقودين. سبب العاصفة ينسبها أحد الباحثين إلى التغير المناخي، ولكن الكثير من الغموض لا يزال يلف الحادثة، لا سيما أنه قبل يومين فقط من غرق اليخت توفي المتهم السابق في قضية احتيال لينش ستيفن تشامبرلاين بعدما صدمته سيارة أثناء الركض. حادثتان منفصلتان تدفع بالكثير من الأسئلة، إلا أن جوابها قد يكون قد غرق مع يخت لينش أو لا يزال في السيارة التي صدمت شريكه.